ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معايا في قناة منوعات رودي. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عربية الفول، اول فيديو لينا ان شاء الله من زينة رمضان. هنعمل مع بعض عربية الفول ان شاء الله، سهلة وبسيطة جدا وهتعجبكم الطريقة، وان شاء الله تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. اول حاجة انا معايا علبة فاضية، دي كرتونة يعني فاضية زي ما انتم شايفين كده. معايا كمان هنا هعوز كرتون برضو زي ما انتوا شايفين كده، كرتون، وبعد كده هنبدأ ان احنا نفرغه. كمان هنعوز معانا هنا مسدس شمع، مسدس شمع زي ما انتوا شايفين كده، او لو ما عندكيش لو ما عندكيش مسدس الشمع ممكن يبقى شمعايه زي كده، وتبدأي تشتغلي بيها من على البوتاجاز، يعني تسيحيها على البوتاجاز وتبدأي تشتغلي بيها. هنبدأ. وكمان معانا القماش اللي هو الخيامية، احنا كنت جايباه معاكم في فيديو بتاع مشتريات وزينة رمضان. كمان هنعوز هنا ورق فويل. كمان هنعوز زينة زي ما انتم شايفين اللي هي الزينة دي. وكمان هنعوز ورق فوم، الالوان اللي انتم تحبوها او طبع اللون اللي هيليق على القماشة بتاعتكم. وكمان هعوز ازازة بيبسي فاضية ان شاء الله، دلوقتي هنفرغها مع بعض. وكمان هعوز هنا الخلة اللي هي دي، الخلة بتاعت الشيش طاووق. وكمان هعوز تلات غطيان من اللي هما بتوع الازاز البيبسي، هعوز تلاتة. كمان هعوز عشان احدد الحاجه بتاعتي عشان ايدك تبقى مظبوطه والحاجه تطلع معاكي مظبوطه مظبوطه وشكلها حلو، هاتي كوبايه كده زي كده مثلا عشان تقدري انك تحددي بيها العجل بتاع العربيه بتاعتك معاكي. وكمان هعوز جنيه زي كده او اي حاجه دايره صغيره علشان هقولك برضو هنعمل بيها ايه. اول حاجه انا هنا معايا العلبه بتاعتي، وطبعا هنعوز مقص او قطع. اول حاجة هعوز العلبة بتاعتي، انا جبتها اهو وحطيت فيها شوية ورق، وهحط فيها حبة ورق تانيين كمان زي ما انتم شايفين كده علشان تبقى مليانة، ما تبقى العلبة من جوه ما تبقاش فاضية وتتعوج معايا بسهولة. فهبدأ ان انا اعمل العلبة بتاعتي كده زي ما انتم شايفين والزقها اهو. دلوقتي بقى هبدأ هنا كمان، هي معايا انا مختارها علبة صغيرة عشان تبقى شكلها حلو. هبدأ هنا دلوقتي هفرد القماشة بتاعتي. انا قطعت القماشة بتاعتي على قد العربية اللي انا هعمل عليها. هبدأ هنا اغلف العربية بتاعتي بالقماش. بسم الله. لو انت ما فيش عندك مسدس الشمع زي ما بقولك كده، ابدأي انك انت اعمليها بالشمعة على النار. دلوقتي عملنا العربية بتاعت الفول، هي غلفتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، قفلتها من تحت كده، ضميت القماش على بعض وقفلتها، ومن هنا نفس الوضع من الجنبين اهو. دلوقتي بقى هبدأ ان احنا نعمل العجل بتاع عربية الفول علشان تبقى مظبوطة معانا. دلوقتي انا جبت الكرتون اللي زي ده، وبعدين جبت الكوباية بتاعتي، وبعدين بدأت ان انا احدد العجلة بتاعتي، وبعدين قطعت على الكوباية عشان العجلتين يطلعوا قد بعض. عملت العجلة اهو. انا هعمل عشان تبقى متينة شوية، انا عملت اتنين على كل عجلة، هعمل ورقتين وهلزقهم على بعض كده علشان تبقى العجلة متينة شوية. كمان ورق الفوم برضو جبته، قطعته نفس قد العجلة بتاعتي، وبعدين هبدأ هنا معاكم دلوقتي اني ألزقه.
بالشكل ده كده. عملت العجلتين بتوع العربية، كمان العجلتين اللي هم هيبقوا من قدام جبت الغطيين اللي هم بتوع البيبسي العادي، وبدأت ان انا احدد عليهم برضو ورق فوم بالاحمر كده لان انا جبتهم اصفر عشان يبقوا لايقين برضو على العربية. وقطعت الورق الفوم وهبدأ ان انا ألزقه. عشان كلها تبقى ألوانها متناسقة مع بعضها. زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هبدأ ان انا ألزق العجل بتاعي على العربية. لما هاجي ألزقه هلزقه ازاي؟ هبدأ من هنا كده، هاخد نص العجلة والزقها من فوق النص كده، وابدأ ان انا ألزقه من فوق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هنا الجنب التاني برضو هيبقى نفس الوضع، هاجي برضو في نص العجلة والزقها. يبقى كده احنا عملنا العجلة. هنبدأ بقى نعمل العجل التاني. هنيجي هنا برضو وهنلزقها نصها برضو. وهنا كده دلوقتي هبدأ اسيبها ان هي تنشف، وبعدين اقوم موقفة العربية بتاعتي. عبل ما هي بقى تنشف هبدأ هنا، نبدأ هنا نعمل الايدين بتاعت العربية بتاعتنا. انا قطعت الايدين كده بالكرتون، وهبدأ بقى هنا معايا بالقماش اللي هو الخيامية، هبدأ بقى ان انا اغلف معايا الايدين بتاعتها. حبايب قلبي العجل نشف اهو زي ما انتوا شايفين كده، يعتبر احنا اسسنا العربيه شويه اهي. وكمان غلفت الايدين بتاعتها، غلفتها كده قفلتها من ورا كده زي ما انتوا شايفين. هنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نلزق الايدين بتاعتها. لما تيجي تلزقي الايدين خديها بميلان شويه كده، بس الاول قبل ما نلزق الايدين بتاعتنا هنبدأ هنا نعمل نقفل العربية بتاعتنا شوية كديكوريشن يعني ليها، علشان تدي منظر جمالي حلو. بس الأول هنعمل الحدود بتاعتها بتاعت العربية كده، يعني مثلا نلزق من أول هنا كده، هنحددها الأول وبعد كده نبتدي ان احنا نلزق. هنبدأ هنا بقى دلوقتي، احنا خلاص عملناها كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ هنا دلوقتي احط الدراعات بتاعتها بقى، الايدين بتاعتها. انا زي ما قلت لكم هعملها بميلان شوية كده علشان تديني منظر جمالي شوية.
هنبدأ بقى دلوقتي ان احنا نعمل القدرة بتاعة الفول. هبدأ اعمل القدرة بتاعة الفول معاكم. احنا معانا هنا ازازة البيبسي، بس فتحتها بالسكينة كده حاجة بسيطة عشان اعرف بس ان انا اقطعها، ونبدأ ان احنا نقطعها مع بعض كده علشان تدينا شكل القدرة بتاعتنا. وكده حبايبي انا قطعت كده زي ما انتم شايفين الازازة بتاعتي اهي. انا كل اللي كنت عايزاه الحتة اللي هي الدوران دي عشان اعملها قدرة الفول. دلوقتي بقى جبت الفويل، هنبدأ بقى هنا ان احنا نغلف قدرة الفول بتاعتنا بالفويل عشان تدينا نفس الشكل بتاع قدرة الفول. وبكده حبايبي عملت قدرة الفول كده زي ما انتم شايفين، غلفت الازازة كده. هبدأ بقى دلوقتي ان انا الزقها على عربية الفول في النص كده هنا علشان تديكي منظر جمالي برضو زي عربية الفول بالظبط. وبكده حبايبي عملت قدرة الفول اهو، لزقتها زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. كمان هنا جبت الفانوس دوت وحطيت عليه وحطيت فيه حتة خيطة كده صغيرة من اللي هي بتطلع من القماش ده، وبعدين قمت جاية معلقاه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده علشان ياخد كأني يعني ماشي وحاطط فوانيس في قلب العربية بتاعته. هنا بقى نبدأ نعمل بعد كده الخطوة التانية معايا اللي هي الخلة دي بتاعت الشيش طاووق، انا قسمتها نصين اهو. هبدأ بقى دلوقتي علشان اعمل المعلقة بتاعتها بتاعت قدرة الفول. هنا بس هجيب دي، هتنيها الحتتين دول، هتنيهم بس حاجة بسيطة كده، مش هكسرهم، هتنيهم بس حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين التانية دي كده، مش عارفة هي واضحة ولا لأ، اهي هتنيها تانية صغيرة كده، وبعدين هبدأ بالورق الفويل هلفهم. وبكده انا عملت الايد بتاعت المغرفة اهي زي ما انتوا شايفين بالخلة متنية كده زي ما انتوا شايفين، ولفتها. هبدأ هنا اعمل بقى المغرفة ذات نفسها، احنا عملنا الايد خلاص اهيت زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى اعمل المغرفة ذات نفسها بغطا الازازة، هعملها بالفويل، هقفل عليها بالفويل علشان كلها تبقى واحدة. هبدأ بقى ان انا ألزق المغرفة كده. وبكده حبايبي عملت المغرفة بتاعت الفول اهي، وحطيتها بالشكل ده كده، وكمان الفانوسين الصغيرين دول انا حطيتهم كده برضو علشان يدوني منظر ديكور حلو للعربية. وبكده عربية الفول بتاعتنا خلصت، وايه رأيكم فيها؟ طالعة ما شاء الله جميلة قوي. اتمنى ممكن انكم تعملوها وتقولولي ايه رأيكم فيها في التعليقات. واستنوا مني بقى ان شاء الله فيديوهات جديدة لرمضان بأمر الله ولزينة رمضان. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات احلى واحلى، ويا رب تكون العربية عجبتكم. ولو انتي اول مرة تشوفي القناة عندي، ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات احلى واحلى.